عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي، أهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم مرة أخرى معي. الناس الجدد مرحبا بكم، نورتونا وأهلا وسهلا بكم. اليوم تحت طلب هاد الأخت هادي وهاد الكومنتير هذا اللي جاني وما جانيش هاي مرة وما جانيش هاي جوج، فأنا اليوم قررت أنني نجاوب هادي من 10 سوايع باش دارت لي هاد الكومنتير هاد الأخت هادي اللي كنشكرها من هاد المنبر. شكرا جزيلا اللي دخلتي وليتي فكرتيني في هذا النوع من المحتوى، لان كاين بعض العناصر اللي هما هاجموني في هذا المحتوى، كيهاجموا المحتوى النقي، كيهاجموا المحتوى اللي كيجي من النصيحه، كيهاجموا بعض هاد المحتويات. انا ما فهمتش علاش الناس ولات تعجبها غير التفاهات وغير ومع الاخر يقولوا معاش كديروا هكاك، علاش كديري هاديك، علاش كديري، علاش كتعراي، علاش كديري، علاش كتجيبي بنتك، علاش كت هاد علاش 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 وانتم كتدخلوا عندهم وتخليوا داك المحتويات اللي هي ها هي محتوى كيعطيكم محتوى زوين، كيعطيكم النصائح، كيعطيكم اللي تستافدوا منها وتفيدوا الناس بها، ولكن للاسف بعض العناصر، ما كنهضرش على كلشي، بعض العناصر اللي خلوني استغنيت على هاد المحتوى اللي كنطلب منهم متتبعين هاد المحتوى، تنطلب منهم يسمحوا لي، لان مؤخرا رجعت لهذاك المحتوى وكنشوف ناس كانوا عاطيني اسئله اللي يمكن يستافدوا منها، ولكن فات الاوان اسئله كانت شحال هادي راه يكونوا دابا هذاك اللي كتسولني على الطلاق، على المراه مثلا، الحقوق المراه، يعني بزاف الحاجات. وكان حتى الرجال اللي جزاهم الله خيرا من هذا المنبر وشكرا لهم، اللي تما بعض الفئه، لان بعض الفئه انا كنهضر على بعض الفئات الاخرى اللي هما ماشي بزاف غير شويه، ولكن انت خليوش عندك ديك الانيمو اللي غادي هذه. ولكن انا اليوم رجعت ورجعت بقوه ملي شفت هذا السؤال كيتردد عليا، كيتردد عليا وكيسولوني وكيسولوني وعاودوا يسولوني في الكومنتيرات فحال هذا الكومنتير هذا وفحال هذا، يعني كومنتيرات كيجيوني كيسولوني. اليوم الموضوع قلت ان بعض الفئات ديال فئه الرجال يعني حتى هما دخلوا سولوني بكل احترام والصواب، وكاين اللي كيهاجمك، كاين اللي كيقول لك انت اللي غتخرجي لنا على نساء، انت اخويا اللي عندك شي مشكل مع مرتك، هذا شغلك هذاك. انا ما مشيتش عند مرتك قلت لها طلقي راجلك، لا لا لا، واو كنهضر مع واحد الفئه اللي ما هيش واعيه، اما الفئه الواعيه راه كتعرف راسها اش كتفوت تشوف واش كتفرج. الفئة اللي ما واعياش وهادوك رجال، عرفتهم رجال من خلال اللوغو ديالهم ومن خلال الاسم ديالهم ومن خلال الكلام ديالهم في الكومنتير معايا. عرفتك راجل اللي كتهضر هذيك الهضرة، يعني الا كنتي كتفهم فهم من المحتوى اللي كيوصل. راه ماشي كنهضر انا مع النساء، راه كنهضر مع النساء ومع الرجال، مع النساء ومع الرجال، وهذا غيتوضح لك في هذا الموضوع هذا اللي غنهضر عليه دابا، اللي سولت عليه هاد السيده هادي وجزاها الله بخير من هذا المنبر اللي هي رجعتني لهذا المحتوى هذا، وانا رجعت بقوه وما غنبقى نديها في حتى شي واحد سلبي، غنبقى نديها في الناس الايجابيه اللي باغيين يستافدوا، حيت انا في المحتوى ديالي كندرج، كنهضر بالدارجه. كاين بعض النساء اللي ما حالفهمش الحظ او ما ساعدتهمش الظروف انهم يقراو، او يعني كيخصهم ارتاحوا للشرح ديالي، فجزاهم الله خيرا وشكرا لهم من هذا المنبر هذا. لان حنا دائما انا درت هذاك المحتوى وتنقول اللي بغاني، مؤخرا اخر فيديو درته قلت اللي بغاني يسول ويسولني على هذا، واخا يدخل شي فيديو اخر دائما دخلوا الفيديو الجديد ديالي واخا يكون ماشي عنده علاقه بهذا المحتوى، خليو لي بحال اللي دارت هاد الاخت هادي، راه ماشي دخلت الفيديو اللي فيه عنده علاقه بداك الشيء وقالت لي وطرحت عليا السؤال، لان هذاك المحتوى انا شحال هادي ما بقيت زعما كنشوف فيه. علاش؟ لان قلت لكم علاش، حيت كاين بعض العناصر اللي صافي كيفهمونا بلي حنا ما باغيينش هاد المحتويات هادو، باغينا المحتويات ديال هادي، ولكن كاين فئه كثيره اللي كتبغي حاجه مزيانه وداك الشيء، وهذا فانا خليت ليهم قلت ليهم اللي بغى شي حاجه مني يطلبها مني ونطلع انا ندير فيديو ونشرح عليه بكل صدر رحب، لان كاين بعض العناصر لا حول ولا قوه الا بالله. وفهموا فهموا فهموا المحتوى ما يطلع لكم، فهموا راه كيمشي للمراه وللراجل، المحتويات هذه كتمشي للمراه والراجل، وحنا والاغلبيه مشالي لديك ديال الطلاق، وابغض الحلال عند الله هو الطلاق. حنا ما نقدروش نقول نمشيو عند المراه ونقول لا لا طلقها، لا لا لا، هذه حنا كنهضروا مع الناس اللي ديجا داروا حياتهم وتفاهموا مع بعضياتهم وقالوا غنطلقوا. حنا مع هذا المحتوى اللي كنهضروا وفهموا، ما كنمشيوش حنا نقولوا لا التحريض كتحرضي النساء على الطلاق،
انت السيد كنهضرش على العموم، كنهضر على واحد الفئه. هو هاد السيد هذا راه يفهم راسو. انت السيد اللي كتهضر هاد الهضره هادي معوجه ما فاهم والو، لا عندك شي مشكل مع المراه ديالك، هذاك مشكلك ماشي المشكل ديال الناس اللي كيطلعوا بواحد النصيحه ولا بواحد الشرح ولا بواحد شحال واحد الانسان صافي تقروا مع بعضيتو صافي بغينا الطلاق. قد المراه مسكينه تالفه ما كتعرفش شي حيت هي في اسبانيا، اولا كيكون كتخونها اللغه، ثانيا كيخونها مثلا يعني تفهم هذيك البلد راه جديده عليها اولا جديده عليه. انا كنهضر على المراه وعلى الرجل، هادو اللي خصكم تفهموها. فهموا هذيك العناصر اللي كتخرجوا تهاجموا هاد المحتويات بحال هكا. بحكم انني يعني عندي بزاف ما نقول في هذا الموضوع، لان انا حضرت مع ناس وحضرت مع ناس في المحكمه بحكم الترجمه الى اخره. ولهذا فاللي عنده شي سؤال فمرحبا به، انا غنقول له اللي كاينه ما غنزيد عليه ما غنقص عليه، وكنهضر مع المراه ومع الرجل. يلا نمشيو للموضوع اليوم ونجاوبوا على هاد الاخت هادي اللي جزاها الله بخير من هذا المنبر وشكرا. وبغيتكم تقواو، بغيتكم تعطيو الاسئله، بغيتكم ما تبقاوش تنطاوو على نفسكم، بغيتكم الا بغيتو شي حاجه دخلوا عند فاطمه الزهراء تي في، غتجيب لكم اللي كاينه والصراحه اللي هي كاينه، ما نزيد ما نقص، وغندير لكم الامثله. اليوم انا جايبه واحد المثال، هذا المثال هذا حي حضرت ليه. علاش؟ لان باش نبين داك العناصر اللي كتجي. والله انا كنهضر مع النساء، انا راه كنهضر مع النساء ومع الرجال، وهذا الموضوع هذا هو اللي غيبين لكم هذا الشيء. ويلا هو بلا لف بلا دوران غنمشيو للموضوع. حبايبي هذا الموضوع اليوم هو السؤال هاد الاخت. السؤال يقول واش ممكن في اسبانيا الطلاق الغيابي؟ بلا لف بلا دوران اختي غنقول لك، وممكن الطلاق الغيابي في اسبانيا، ممكن الطلاق الغيابي. والرجل وحدي راسك اتونسيون، اللي خايف من النفقه ولادك وخايف من النفقه. واسمع اسمع، كنهضرش على العناصر اللي هما، كنهضر على العناصر اللي فاهمه راسها واللي هضرت عليها قبل، هذوك العناصر اللي باغا تهاجم المحتوى النقي. واسمع اسمع، حل ودنك، اسمع الرجل اسمع. انا نعطيك واحد المثال ديال واحد الرجل مسكين، واقولها هكذا لانه هو حتى هو ما كانش فاهم، فهمتي؟ جوج ديال الناس كانوا عايشين في اسبانيا ما تفاهموش، ماشي حيت انا مشيت قلت له لا طلق ولا هي قلت لها طلقي، لا افهم فهم فهم. المهم ما علينا، مشى طلق، مشى طلق في المغرب، مشى حتى المغرب وطلق المراه. من طلاق المرأة خرجت له النفقة ديال ولادو 100 أورو، هادشي في المغرب. بحسن النية هاد السيد، بحسن النية هاد السيد مشا كيعطيها هاديك 100 أورو في الحساب ديال السيدة. هي في شنو عملت السيدة؟ مشات طلقاتو في الحكومة الإسبانية، مشات المحكمة الإسبانية، مشات دفعت دعوة الطلاق، خرجت له في النفقة 300 أورو. وياه واسمع اسمع، اللي كيهاجم راه كنهضر مع المراه ومع الرجل، وراه كنصح المراه وكنصح الرجل. ما علينا، انا هذوك كنا فئات لي ديك الفئات ما بقيتش انا كندير لكم اعتبار. ولهذا فقلت لها السيده الجواب ديالي هو انه ممكن لك الطلاق الغيابي. الطلاق الغيابي باسبانيا ممكن ممكن ممكن. المحكمة الإسبانية كدير تبليغ، التبليغ الأول الثاني والثالث هو ديك الورقة اللي قلت كتعلق في الباب ديال المحكمة. وهاد الطلاق الغيابي كيتسمى الريفيلديا بروسيسال، الريفيلديا بروسيسال يعني كيحكموا عليه أو عليها غيابيا. هذيك الورقة اللي كتعلقها المحكمة الإسبانية في الباب تبليغ، هذيك الورقة كتسمى ديكتوس، كيديكتيو التبليغ يعني كيدقرو التبليغ في ورقة وتيعلقوه في الباب ديال المحكمة. هكا كيتم الحكم بالطلاق غيابيا، الريبيلديا بروسيسال. إضافة لهذا الشيء أن المرأة تقدر تطلب النفقة على وليداتها غيابيا، سي غيابيا في اسبانيا.
شي بحال المغرب. في اسبانيا المراه تقدر تطلب النفقه غيابيا، والرجل يطلب الطلاق في غيابيا باسبانيا. ممكن شوف شحال كدير من المحاولات، كدير التبليغ الاول، التبليغ الثاني، كدير الديكتوس، هذيك الورقه اللي كتعلقها في الباب، كديرها في الجريده الرسميه، ولا جاها النفي وجاها الرد سلبي كتحكم بالطلاق غيابيا، اللي كتسمى الريفيلديا بروسيسال. اذا احبابي هذه هي نهايه هذا الفيديو. استسمح للكلام ديالي بهذه الطريقه هذه، لان كاين بعض العناصر صافي كيقضيو على بنادم اللي كيدير واحد المحتوى بحال هذا نقي. فانا كنشكر هذه الاخت جزيل الشكر، واحد الاخت حتى هي قبل منها، لان قبل من هذه الاخت هذه ومن شفت هذا السؤال هذا كيتردد، فقلت اليوم 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 غندير هذا الفيديو ما كيناش، وغنرجع لكم بقوه. واستسمح راكم عزاز وغاليين، سولوني اي حاجه بغيتوها غنجيب لكم الحقيقه في الدقيقه واللي كاين غنحطها. سالينا، السلام عليكم ورحمه الله.